السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال السي اس اس جريد. في الدرس إن شاء الله بغينا نتعرفوا على جوج الخاصيات، وبالنسبة للناس اللي كيعرفوا الفليكس راه كيعرفوا جوج خاصيات، ويقدروا دابا يسولوني يقول لي جوج خاصيات شنو كيديروا هنايا. غادي نقول لك أن الجريد حتى هي كتخدم على جوج الخاصيات، يعني حالف أنها تجيب شي حاجة جديدة وأنها تشفر، اي تخيلها بحال هكا، يعني انها جابت خصائص جداد وفي نفس الوقت شفرات ديال الفليكس، يعني بحال قلت شي كتقول للفليكس انها ما انني ما نخلي لك حتى شي بلاصه مازال فاش يخدمك شي واحد، يعني بمجرد غادي تعرف على الجريد غادي ينساك الفليكس، يعني بحال هكا. وفي الاخر غادي نوريك ان الجريد شفره جوج الخصائص خاصين بالفليكس، وفي نفس الوقت جايبه خاصيه اللي كتجمع بين هاد جوج الخصائص، وغادي نتعلموها في الاخر. مزيان، دابا نمشيو نديرو مثال التطبيق ديالنا ونشرحوا الخصائص ديالنا ونشوفوا كيفاش كنتعاملوا بهم فسميتو بالجريد. وبالنسبه للناس ديال الفليكس راه فاهمين هاد الخصائص. مزيان، غادي نمشيو حنايا درنا على ديسبلاي جريد، قلنا انه شد هاد المساحه هادي كامله قسمها على ثلاثة، عطى الناتج ديالها اللايت ديال كل عنصر. مزيان، حنايا بينا مثلا حنايا غادي نمشيو لهنايا غادي نقول ليه مثلا الجريد تمبليت، مثلا نقول ليه كولومز، ها انتما كولومز، غادي نقول ليه مثلا ريبيت واحد ثلاثة أعمدة، وكل عمود المساحة ديالو 100 بيكس، يعني في سميتو في العرض ديالو. مزيان، غادي نجيو السيف ونشوف واش غادي ينفذ ليا الفكرة ديالي ولا لا. مزيان، عندنا هنايا شي غلط، انتم عندنا هنايا أ زايدة. مزيان، نجيو السيف ديالنا وغتلاحظ أنه انشا لينا واحد ثلاثة ديال الأعمدة. أجي نمشيو عند التشيلدرين ونلعبو ليهم في الهايت ديالهم، غادي نقول لهم مثلا الهايت ديال كل واحد فيهم مثلا، انتم بما أنه عندهم نفس الكلاس غادي نقول لهم أقول لي مثلا واحد 100 بيكس. مزيان، يعني نفس العرض ونفس الهايت، هانتوما كيما غتلاحظوا. دابا اجي نمشيو نبداو بالخاصية ديالنا اللي سميتها جاستيفاي كونتنت. جاستيفاي كونتنت ديالنا قالك انها كتلعب جهة الاكس. حنايا شنو كنعرفوا؟ انه عندنا جوج الاحداثيات، هادشي لقيناه حتى هو في الماط، عندنا الاحداثيات اكس وعندنا الاحداثيات واي. دابا جاستيفاي كونتنت انها كتلعب جهة الاكس. مزيان، يعني انك الا بتحرك العناصر جهه الاكس انك كتخدم جاستيفاي كونتنت. مزيان، ولا الى رجعتي للدروس ديال الفليكس بوكس راه غتلقاهم مشروحين بالتفصيل للمهمل، يعني غتفهمهم ومزيان. مزيان، حنا يعني ما غاديين نشرحوهمش، حنا اصلا فايت لنا شرحناهم في الفليكس بوكس، يعني كاينين جوج فيديوهات في البلاي ليست ديال الفليكس بوكس مشروحين فيهم مزيان، حنا غادي ندوزو عليهم دغيا واش نمشيو للخاصيه اللي عندها علاقه بالجريد اللي كتجمع بيناتهم بجوج. مزيان، هانتوما تخيل معايا جاستيفاي كونتنت، دابا انا قلت لك بنلعب على جهة الواي، ها حنا نمشيو هنايا جاستيفاي كونتنت، تخيل معايا انني بغيت نجي واحد المسافة بين العناصر ديالي، هو انه تيقول لك مرة لي سبيس بيتوين. مزيان، يعني انت في هاد الكورس هادي اصلا خصك تكون ديجا عارف اشنا هو الفليكس بوكس. مزيان، يعني دزتي من الفليكس بوكس، الا ما كنتي فاهم الفليكس بوكس عاوتاني نعاود نذكركم رجعوا للكورس ديال الفليكس بوكس اللي كاينه في القناة، راه مشروح فيها كلشي دغيا وبالزربة. يعني انا دابا مدات مسافة بيناتهم، تخيل معايا بغيت نجي المسافة نبداها من اليمن، هانتوما اراوند. مزيان، غتلاحظ ان المسافة اللي كاينة بين العناصر، هانتوما هاد المسافة كبر من هاد المسافة، كاين دابا اللي بيقول بغيت نجي المسافة متساوية بيناتهم، هانتوما كتقول ليه سبيس ايفلي بهاد السهولة، كتجي تدير السيف كتلاحظ ان هاد المسافة، هانتوما هاد المسافة كتساوي هاد المسافة، وهاد المسافة كتساوي هاد المسافة، يعني حتى شي مسافة ما واكلة خدها في حقها. مزيان، دابا تخيل معايا بيت العناصر كاملين نجيبهم للاخر كاع، نقول ليه فليكس اند، ها انتم العناصر عندي كاملين غادي يجيو للاخر. مزيان، تخيل معايا انني بغيت نجيبهم من الاول، غادي نقول ليه فليكس ستارت اللي هو عباره عن ديفولت، ها انتم غتلاحظوا ان العناصر ديالنا جايه هنا. مزيان، دابا قلنا ان الاونلاين ايتيمز كتلعب جهه الواي، تخيل معايا انا بغيت نحرك العناصر جهه الواي، ها انتم غادي نقول ليه الاونلاين مثلا الاونلاين ايتيمز بنقول ليه مثلا السانتر، هانتوما غتلاحظوا ان العناصر ديالي غادي يجيو في السانتر هنا. مزيان، تخيل معايا بغيتهم في الاخر غادي نقول ليه فليكس، هانتوما فليكس اند. مزيان، بهاد السهولة. مزيان، دابا تعرفنا على جوج الخاصيات، دابا اجيو نشوفو شنو هو الجديد اللي كاين في سميتو في ديسبلاي جريد. الجديد اللي كاين في ديسبلاي جريد هو بليس كونتنت. هانتوما تخيل معايا ان بحال لقيت كتقول لفليكس انني غادي نخلي الناس كتكرهك، وفي نفس الوقت غادي نخلي الناس كتعشقني، يعني في نفس الوقت غادي نخلي الناس كتخدم بيا انايا، وغادي نولي عزيز على الناس كثر منك، يعني غادي بحال قلتي كتقول ليه والله تنحيك من السوق، يعني بحال هكا. البليس كونتنت قالك اول حاجه كتكتبها هي الاونلاين ايتيمز. مزيان، من بعد شنو كتكتب؟
كتكتب جاستيفاي كونتنت. مزيان. ايوا دابا اجيو نشوفو الجريد والاختصارات ديالها والعشاقه ديالها. مزيان. اجي مسحو هادشي هادشي صافي قجيم. يعني بحال هكا بغيت تقول دابا نتايا هادشي صافي قجيم. دابا ما كاين يكتب دغيا عندو بليس كونتنت. ها انتوا بليس كونتنت. اجي نجيو مثلا دابا نخليوها خاويه. ها انتوما نخليوها دابا خاويه. غتلاحظ انه ما كاين عندنا حتى شي تغيير. ها انتوما غتلاحظ ان العناصر جوني غادي يرجعوا هنايا. تخيل معايا ان هاد العناصر دابا اش قلنا عندنا الاكس. ها انتوما لاحظوا معايا وعندنا الواي. ها انتوما نمشيو نبدلو اللون. عندنا الاكس ها انتوما وعندنا الواي. تخيل معايا ان من جهه الواي بغيت نجيبهم في السنتر ومن جهه من جهه الاكس انني بغيت ندير المسافه بيناتهم. ها انتوما ها هي القاعده. غتقول لي اول حاجه غتقول لي هنايا الاين ايتيمز. مزيان. غتقول لي هنايا ها انتوما غتقول لي فليكس ان من جهه اش من جهه الواي. غتقول لي سبيس بيتوين وبهذه الصوره غتلاحظ ان العناصر ديالك جايين في الوسط. اجي نحيدو هنايا هاد دبليو في. غادي نجي للسيف اجي نشوف واش هادشي هو هذاك ولا لا. جابو مني في الاخر فليكس اند. ها انتوما مزيان. يعني جابو مني في الاخر. حنا قلنا بلي نجيبوهم في السانتر. عجبت عين نحيدو هاد فليكس اند. اجي انا غلطت غنقول ليه السانتر. غتلاحظ ان العناصر ديالي جايين في السانتر ودايرين واحد السبيس بيناتهم. تخيل معايا انك باش هاد المسافه هادي تكون تتساوى من جميع الجو يعني من جميع الجناب يعني من جميع الجهات. غتقول لي هنايا سبيس ايفلي. يعني شتي الجريد شحال كتسهل لك الخدمه. هانتوما بيكونوا بسبيس ايفلي وفي نفس الوقت جايين في السانتر. تخيل معايا بغيتيهم انت يجيو من جهه الواي في السانتر ومن جهه الاكس بيتيهم فليكس اند. يعني يجيو في الاخر. هانتوما غتلاحظ انهم جايين في السانتر وان هادو كاملين جايين في الاخر هنايا كما كتلاحظ معايا في الشكل ديالنا. وكانت هادي هي الخاصيه ديالنا في هاد الدرس اللي شرحنا فيها جاستيفاي كونتنت والاين ايتيمز. وهادو اللي ما كنتيش فاهمهم رجع سميتو الدوره ديال الفليكس بوكس وغتفهمهم بكل سهوله. وقلنا ان البليس كونتنت اول حاجه كتجيها في البليس كونتنت هي الاونلاين ايتيمز. من بعد كتكتب جاستيفاي كونتنت. الى قلبتي هادو اجيو نقلبهم ونشوفوا شنو غادي يعطينا. اجيو نقلبهم ونشوفوا شنو غادي يعطينا بخاطر هاني غادي نمشي. بما ان الاونلاين ايتيمز كنعرفوا حنا ما عندناش سبيس بيتوين. ها انتم نمشيو نقولوا سبيس بيتوين. ها انتم سبيس بيتوين. ها انتم غادي نقول ليه مثلا فليكس اند. ايوا دابا اجيو نشوفوا واش غادي يدير. واش غادي يجي شي حاجه ولا ما غادي. ها انتم ما كتلاحظوا والو ان هاجي شده من جهه الواي اللي حيتاش هي اللي كتعني جاستيفاي كونتنت. جابهم من جهه الاكس. ها انتم هادي كتعني جاستيفاي كونتنت. جابهم من جهه الاكس في الاخر. ولكن سبيس بيتوين ما خدمهاش. كيقول لك ان الاونلاين هاجي تيقول لك ان الاونلاين ايتيمز ما عندهاش شي خاصيه سميتها سبيس بيتوين. يعني عندك لا تقلبوا. مزيان. يعني دابا الا جينا لهنايا ها انتم هاني عاود ثاني غادي نجي لهنايا بكل سهولة. يعني عندك لا تقلبهم الله يرحم ليك الوالدين. مزيان. انتم غتلاحظوا ان الشكل ديالي جاي في الاخر وانه في نفس الوقت جاي من جهة الواي في الاخر وانه داير سبيس بيتوين بيدهم فسميتو من جهة الاكس. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفادة من الفيديو ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.